أهلا بكم. العاشر من شهر تشرين أول من كل عام عيد القديس دانيال الكومبوني مؤسس رهبنة القلب الأقدس. أعلنت قداسته على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني عام 2003. وفي عمان حيث احتفلت الراهبات الكومبونيات بهذه المناسبة خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير. إلى المزيد. احتفلت الراهبات الكومبونيات في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال الفرير بعيد مؤسسهم القديس دانيال الكومبوني، وذلك بقداس احتفالي ترأسه الأب عصام الصعمط راعي الكنيسة، وعاونه الأب فراس حجازين والشماس بيرو، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجوقة وشبيبة الكنيسة وجموع من المؤمنين وأبناء الرعية الذين احتفلوا بالذبيحة الإلهية على وقع الترانيم التي أحيتها الدكتورة باسم السمعان. أترك كل شيء، طاط كل شيء، واحمل الصليب تعال، تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. وقال الأب الزعمط في عظة القداس أن القديس الكومبوني يعلمنا أن نعمل مع فقراء العالم ونشاركهم المحبة والرحمة، مضيفا أن كل المنافع الأرضية تبقى ناقصة إذا لم ترافقها اضطهادات وصعوبات وصلبان يجب أن نتحملها، لكن كل هذا ليس بشيء تجاه المكافأة في السماء، وهي الحياة الأبدية التي تنتظر كل إنسان يتخلى عن خيرات الأرض. ويذكرنا يسوع بأن كل ما ينتمي إلى الأرض هو عابر، هو نسبي، بينما كل ما ينتمي إلى السماء فهو أبدي. اتباع يسوع يعني أن نتجاوز حتى بالفكر والرغبة حدود هذا العالم المادي العابر، حدود المال. اتباع يسوع يعني أن نعمل على هذا الأساس مهما كلفنا هذا العمل من تضحيات وتحمل الصلبان في الحياة. أخيراً يذكرنا يسوع أن من يدخل ملكوت السماوات هو من أحب الله فوق كل الاعتبارات المادية من ثروة ومجد أرضي. آمين. ولينزل إنعام إلهنا علينا، ربنا يسر لنا عمل أيدينا، أيد ما عملت أيدينا. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب، ضارعين فيها لله أن يحفظ شعوب العالم وأن يعم السلام والوئام أرجاء المعمورة. وفي ختام القداس قدمت الأخت وجدان مكرم من راهبات القديس الكومبوني كلمة شكرت بها جميع الذين حضروا وشاركوا بعيد مؤسسهم. خلاص أفريقيا بواسطة الأفارقة بحبك تغير.